بمريح ديرمرال لاعب فريق الاهلي. اولا قبل كل شيء لقد كانت المباراه صعبه، عملتم عمل جيد لكنكم خسرتم نقطتين في اخر اللحظات. صحيح لقد كانت المباراه صعبه لاننا كنا نلعب ضد خصم قوي وكان علينا ان نكون اكثر ذكاء، لاننا كنا متقدمين وكنا نلعب مباراه كبيره وكنا نعاني، ولكن سجلوا علينا في اخر لحظه كما حدث في مباراه الهلال. لكن نحن فريق كبير وعلينا ان نكون على ثقه ويمكننا أن نكون ناجحين أكثر. المشجعون كانوا حاضرين وبقوة يدفعونكم كما هي العادة، فالمشجعون شيء رهيب من جانبهم. فبصراحة لقد إنهم مهمون بالنسبة إلينا كما كان الحال الليلة، وأتمنى أن يكونوا حاضرين بقوة أيضا في المباريات القادمة. شكرا. شكرا لمريح ديميرال المتحدث عن هذا التعادل. أيضا ينضم إلينا إيفان توني. إيفان فيرست اوف اول، أولا قبل كل شيء مرحبا بك في روشن وفي السعودية. المباراة الأولى، ما هي انطباعاتك؟ لقد كانت صعبة جدا، لم تكن أبدا سهلة، فحاولنا أن نحصل على النقاط الثلاث، لكن هذه المباراة صعبة أيضا وهذا يكون مصيرها في النهاية. في الدقائق الأخيرة خسرنا نقطتين، علينا أن نستمر في العمل. كيف وجدت المباراة الأولى؟ هل هو ما كنت تتوقعه أم هناك شيء ما فاجأك باختلاف البلدين؟ لا، كان هناك استقبال وحفاوة كبيرة من الجميع، وأنا يعني متعطش ومتطلع إلى هذه التجربة. شكرا ليفان توني متحدثا عن هذا التعادل للفريق الأهلاوي.